الاقتصاد الاجتماعي التضامني يهدف أساساً إلى تعزيز مفهوم الإدماج الاجتماعي وخلق حركة اقتصادية محلية لفئات تتمتع بمهارة إبداعية فطرية يتم صقلها من خلال المرافقة، التكوين والدعم بطابع مجتمعي وخلق فرص عمل يتم من خلالها تحقيق اندماج حقيقي في عجلة التنمية الوطنية، لا سيما بالنسبة للمرأة والشباب. وهذا ومن هذا المنظور وجب اليوم تقنين وهيكلة هذا الأخير ضمن إطار تنظيمي متكامل وبتنسيق قطاعي محكم، وهو ما يصبو إليه قطاع التضامن الوطني وبالتنسيق مع قطاع العمل، قطاع المؤسسات المصغرة، قطاع السياحة والصناعة التقليدية، قطاع الفلاحة، قطاع الداخلية، من خلال البرنامج الوطني القطاعي لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني لا سيما الريفية منها، والمتوج بدليل الإدماج الاقتصادي للمرأة، والذي كان قطاع العمل أحد أهم شركاؤنا.